صباح الخير لكم اينما كنتم مشاهدينا الكرام. تطواف صباحي ومجله متنوعه نقلب صفحاتها لكم بكل الحب. موضوعنا القادم موضوع ما غريب ولكن مهم في ذات الوقت، ويجب التركيز والتاكيد والتذكير يعني في مختلف الاوقات. هذه المره سيكون الحديث حول نحو مجتمع خال من المخدرات. اختنا الاستاذه الاء بنت ناصر الجهوريه اخصائيه نفسيه وعلاج ادمان ستطلعنا على معلومات وتفاصيل حول هذا الموضوع. فصباح الخير لك يا الاء، واهلا بك في قهوه الصباح. اهلا وسهلا بك معنا في برنامج قهوه الصباح. يعني مشكله المخدرات من أعظم المشكلات التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، ولكن في البداية قبل أن نتعمق في هذا الموضوع خلينا نعرف المشاهد الكريم ماذا نقصد بالإدمان. طيب الإدمان بداية يعني ما نقدر نقول عنه إدمان، بس هو مرض الإدمان. مرض الإدمان يعني نقدر نقول عنه أنه هو الرغبة القهرية في استخدام مادة معينة أيا يكن نوعها، على الرغم من أن الشخص يعرف مساوئ استخدام هذه المادة، لكن هذه الرغبة القهرية تخليه أنه هو يستمر في الاستخدام مرة بعد مرة بعد مرة، وفي كل مرة يكون الاستخدام المادة أكثر من المرة اللي قبلها. نعم ممتاز. طيب الحين نوضح الصورة للمشاهد الكريم بشكل أكثر وأكبر، يعني لكل من يتابعنا في هذه الأثناء، الآباء والأمهات ومختلف شرائح المجتمع. عندما تكلمنا عن الإدمان وتعريفه، هل هناك ثمة أنواع محددة معينة للإدمان، وما هي الأكثر شيوعا عندنا في المجتمع؟ أكيد هناك أنواع معينة من الإدمانات. عندنا مثلا الإدمان الشائع اللي نحن نعرفه اللي هو إدمان استخدام المواد المخدرة، عندنا إدمان الكحوليات، الحين نفس الشيء إدمان يعني مثلا استخدام الإنترنت، عندنا يعني شتى الأنواع من الإدمانات، لكن نحن نسلط الضوء على المواد المخدرة، تعاطي المخدرات. نعم يمكن الشباب هم أكثر فئة عرضة لهذا الإدمان، إدمان المخدرات، ولكن أنا أيضا حابة أعرف عن أسباب الوقوع في هذا الإدمان، وهنا نتكلم عن إدمان المخدرات بالتحديد. طبعا نفس الشيء اضطراب الاعتماد على المواد ذات التأثير النفسي تكون ناتجة من عدة أسباب. نحن ما ممكن أنه نحن نسلط الضوء على سبب معين، أو مثلا نرجع هذا الشيء إلى سبب معين. نحن يعني من واقع الحياة، الأسر لما نروح نستقصى أنه وش السبب اللي خلى مثلا ابنكم أو مثلا اللي خلى هذا الشخص يدخل في هذا الطريق برأيك، دائما سبب هم يقولوا أنه بسبب أصدقاء السوء، لكن الواقع أبدا لا، يعني ما بسبب أصدقاء السوء، في أسباب كثيرة ترجع بعض الأحيان إلى صدمات من الطفولة، يعني هذا متعلق في الشخص من الطفولة أساسا، فممكن بسبب أنه هو تعرض لصدمات معينة في طفولته، تعرض لإساءات سواء كانت إساءات لفظية إساءات جسدية، ممكن نفس الشيء أنه هو ما حصل أمان أساسا في البيت، يعني مثلا تعرض حل مواقف معينة سواء كان في المدرسة أو خارج البيت أو حتى داخل البيت، لما يتكلم مع أهله ما يحصل اللي يسمعه أو ما يحصل اللي يفهمه، فهو وين يدور الأمان؟ برا البيت. فواحد من الأشياء اللي تخليه هو يحس بالأمان إنه مثلاً لو هو قرب المواد المخدرة أو قرب الكحوليات أو قرب الأنواع الأخرى من الإدمانات سواء كان الأكل الإنترنت الأشياء هذه، يحصل فيها الأمان، إنه هذا المكان الملجأ الوحيد اللي أنا أحس فيه بالإطمئنان والراحة. واضح جداً. طيب أستاذ ألا، يعني البعض ربما مر بما ذكرتيه الحين في حديثك، ولكن ما سلك هذا الطريق؟ يعني أتوقع الأسباب تختلف من شخص إلى آخر، وما هو السبب الرئيسي أو الجوهري أو الباب الملكي اللي خلاه فعلا يدخل إلى بوابة الإدمان؟ صحيح. الآن على من من الممكن أن تكمن المسؤولية الآن؟ هل على الآباء والأمهات والمربين أو على الشخص نفسه أساسا؟ هو هذا الموضوع يكون مشترك بين الجميع، سواء كان على الفرد نفسه أو على الأسرة أو حتى على المجتمع، لأن بعض الأحيان قد تكون الأسرة داعمة للمريض بالإدمان لكن المجتمع ما يتقبله، فهذه إشكالية كبيرة. يعني لما الفرد مثلا دخل في مرحلة التعافي أو طلب العلاج وتعافى وكل حاجة، لكن وش الإشكالية؟ المجتمع يرفضه. يعني أنا تعرضت لموقف مرة من المرات، كنت حاضر معرض توعوي، فواحدة من الأشخاص اللي كانوا هناك مارين سألتني سؤال، طرحت علي سؤال. أول شيء قالت لي كم نسبة الناس اللي تدخل معاكم في المركز؟ قلت لها ما شاء الله يعني إنه عدد كبير.
قالت لي يعني ردت علي انه ما شاء الله مبسوطين يعني دخل مركز دخل من وراء الناس هذه. انا قلت كذا ليش؟ لانه الناس اصلا يعني نحن نفرح لانه الناس تطلب العلاج، يعني عرفت المخرج من هذا الطريق بالضبط. بعدين مره ثانيه طرحت عليه سؤال ثاني، قالت لي انه طيب افترضي انه مثلا شخص بعد 10 سنوات من التعافي مثلا تقدم لي بنت وطلب منها الزواج، وافترضي انه انت في الموقف، قلت لها يعني وش السبب اللي يخليني اساسا ما اوافق؟ قالت لا هذا كلام ما حقيقي وانت زي في الحقيقه. يعني هذا مثال من تفكير المجتمع تجاه المريض الادمان. فهذه اشكاليه واجد نعاني منها، حتى المرضى يعني اللي موجودين معانا يعانوا من هذه النقطه. نعم، لكن في ناس ما شاء الله عليهم ايضا متفهمين جدا، يعني واعيين وفعلا للموضوع وكل الاشياء اللي حصلت، وبالعكس يعني الموضوع احيانا قد تكون في نوع من السلاسه والسهاله لكن الحمد لله. يعني فئه بسيطه. أيوة. لانه نحن نشوف هذه الشريحه من المجتمع فئه بسيطه جدا اللي عندهم الوعي بمرض الادمان اساسا، لانه يعني وش اللي نحن نواجه الاشكاليه انه يعني المجتمع ما عنده هذيك الثقافه وهذاك الوعي انه الشخص انه مريض بالادمان مش مدمن. ليش؟ لانه لما نتعامل مع شخص على انه هو مريض تختلف المعامله تماما عن ان انا اتعامل معه كمدمن. المسمى بحد ذاته يخلي الشخص انه مثلا يتعامل معه على انه هو عنده يعني كانها ظاهره اخلاقيه او انه هو شخص مجرم، فالمجتمع يتعامل معه على هذا الاساس او الافراد يتعاملوا معه على هذا الاساس. طيب، هذه مشكله واجد. طيب انت الان من وجهه نظرك اهميه التنسيق والشراكه مع المؤسسات والجمعيات في تنفيذ البرامج للوقاية من الإدمان وتوعية المجتمع بنفس الوقت في هذا المجال والاستفادة أيضا من التجارب الناجحة أهميتها؟ هذه طبعا نقطة واجد مهمة. نحتاج أنه مثل ما قلت من البداية أنه هي أساسا عملية تكاملية. الأشخاص محتاجة تعرف أساسا وين تروح، فلما يكون في شراكة ما بين مثلا الجهات الحكومية مع الجهات الخاصة مع يعني هذه المراكز كلها، الموضوع يكون سلس أكثر والشخص يعني يلقى الاهتمام ويلقى الدعم ويلقى العناية والرعاية بشكل أفضل. بدل ما أنه يعني أنه مثلا الجهات الحكومية والمستشفيات الحكومية يعني تشتغل على جنب وهذيلا يشتغل على جنب، يكون الموضوع يعني شوية معقد أكثر. لكن أنت كيف تشوفي كواقع؟ هل فعلا هناك جهود حثيثة تبذل من جميع الأطراف ومن قبل الجهات الحكومية أو الخاصة أو حتى أيضا أفراد المجتمع فيما يتعلق بمسألة التثقيف والتوعية؟ نعم، لكن أنا أشوف أنه محتاجين أنه نكثف البرامج أكثر، محتاجين أنه نحن نوعي المجتمع أكثر، محتاجين أنه نشن حملات أكثر، محتاجين أنه يكون عندنا مثلا جمعية تهتم بمرضى الإدمان، لأنه بعض الأحيان مثلا في ناس تطلب العلاج لكن ما عندها الإمكانيات الكافية، يعني مثلا في المستشفيات بعض الاحيان لانه الاعداد يعني يوم عن يوم تتزايد اكثر والطلب للعلاج يتزايد اكثر، لكن بعض الاحيان ما يكون يعني مثلا ما يكون سعه كافيه فيلجأوا للقطاع الخاص مثلا، لكن التكلفه تكون عاليه جدا فما يقدروا يعني يتعالجوا. فنحن محتاجين نفس الشيء انه حد يدعم هذه الفئه من الناس عشان يتلقوا العلاج المناسب. نعم، طيب بما انك اخصائيه نفسيه فكيفيه اقناع المريض للعلاج من ادمان المخدرات كيف تتم بالضبط هذه العمليه؟ واكيد هناك في مراحل معينه تقوم فيها، لو نتكلم عنها وندخل في تفاصيلها ايضا. اوكي، بنبدا اول شيء بمراحل الادمان. طبعا مراحل الادمان هنا 4 مراحل. المرحله الاولى مرحله التجريب، يعني شخص ما يكون مدمن مباشره، لا يبدا مرحله التجريب اول مره يجرب. فنحن ذكرنا في البداية الأسباب اللي تخلي يكون الشخص يكون يعني يبدأ أو يدخل في الإدمان، فلأنه مثلا جرب هذه المواد سواء كانت المخدرات أو سواء كانت الكحوليات أو أي شيء، هي لها تأثير مباشر على الدماغ، فلأنه لها تأثير مباشر على الدماغ والجزء المسؤول عن الشعور بالسعادة والشعور بالمتعة، هذا الشيء يخليه أنه هو يدور على المادة أكثر، فبعدها يبدأ يكون عنده استخدام غير منتظم، يعني بعض الأحيان يستخدم بعض الأحيان ما يستخدم. بعدها تتطور المرحلة أكثر، يكون عنده اللي هو الاستخدام المنتظم، خلاص مثلا يستخدم بشكل يومي، يستخدم بشكل أسبوعي أو مثلا بشكل شهري وهكذا لحد ما يصير الموضوع إدمان. هذه النقطة اللي الأولى اللي تكلمنا عنها. النقطة الثانية إيش كانت؟
انه كيفيه اقناع المريض انه هو بالفعل يتعالج من الادمان، كيف تتم بالضبط هذه العمليه؟ طيب، بما انه تكلمنا عن المراحل، طبعا المرحله الاولى هي المرحله الاسهل من البدايه. اذا احنا اكتشفنا وعندنا الوعي وعارفين اعراض لمريض الادمان نقدر يعني نعالجه بسهوله. لكن لو الموضوع تطور ومثلا صار خلاص مريض بالادمان، هنا الموضوع شويه يكون صعب. مع انه هو الشخص مثلا بعض الاحيان يكون عنده الرغبه انه هو يتوقف خلاص، لانه عارف المساوئ وعارف الاضرار، سواء كانت نفسيه سواء كانت جسديه او الاسريه، كل هذه الاشياء. لكن لما يعني نحن نكتشف مثلا كاسره اكتشفنا انه عندنا شخص مريض بالادمان، ممكن انه نحن نتعامل معه. يعني اول شيء نقدم له الدعم، نتكلم معه، نتحاور معه، لكن في البدايه ممكن ما يتقبل، يرفض او يعني ينكر. ففي هذه الحاله احنا وش نسوي؟ ممكن انه احنا نطلب الدعم من الجهات المختصه، من الاخصائيين، من الناس المختصه بعلاج الادمان. في هذه الحاله هم يتدخلوا التدخل المناسب ويساعدوه انه هو يتلقى العلاج المناسب. بالضبط. وكلمه حق تقال، يعني جهود مقدره ومثمنه ببالغ التقدير. وهناك قصص سمعناها للأمانة، يعني عن أشخاص دخلوا في هذا الباب للأسف البوابة، ولكن بعد ذلك أصبحوا ناس يشار لهم بالبنان للأمانة في خدمة المجتمع. فشكرا لك وشكرا على كل هذه الإيضاحات، الأستاذة آلاء بنت ناصر الجهورية، أخصائية نفسية وعلاج إدمان. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. إذن ما زلنا معكم مشاهدي الكرام في قهوة الصباح، ومحطتنا القادمة ستكون تقرير حول حلقة عمل تناقش النهوض بإعلام المحافظات. نتابع التقرير وبعدها لنا عودة، خلوكم معنا.